السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب العالمين. كما العاده الاخوان اللي ما دايرينش الاشتراك، هذه فرصه تعملوا الاشتراك وما تنساوناش تفعيل الجرس. والناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك والبارتاج. اخبار عن فتح الحدود واخبار جديده الاخوان، غادي يفتح اسبانيا، غادي تفتح واحد الخط بين ميناء أليكانتي وميناء طنجة. صراحة هادشي اللي كيخلينا الإخوان، هادشي اللي كيخلينا نثيقوا بفتح الحدود، وبأن بزاف ديال الناس كيقولوا لنا بأن فتح الحدود راه عمر غادي يكون، وبأن حنايا كنشوفوا بأن الصحافة ديال يعني ديال إسبانيا كتقول بأن قالت الحكومة الإسبانية بأن غادي تفتح واحد الخط بحري بين ميناء أليكانتي وميناء طنجة، إلى ميناء طنجة يعني من المغرب إلى إسبانيا. يعني هذا الشيء كيخلينا نتيقوا أكثر بأن فتح الحدود هذا غادي يكون الإخوان. إسبانيا فازوا تعزم إجن الخط البحري بين ميناء أليكانتي إلى ميناء طنجة، يعني إسبانيا فازوا تعزم إجن الخط البحري الجديد. وبأن خوشي دوا ديال غيتجعل دكان مخبورات، اذا غيتجعل الثقه يا التصيد، الثقه يا الطاس بان فتح الحدود قديري ما ديري تما. واش نتمنى ان شاء الله دي شهاره الخريف باش غنغدا في الجاليه، وبان الجاليه قد تقريبا عامين وغنبدو سنين تما ثاني تاع المغرب، وبان راني هنا قطراجل سجن فرحت صراحة غا شوية مفلس. نبدا كتحصل الخبورات، نبدا كتحصل انا، والتحية خاصة والناس ديال الجالية، الناس ديال الجالية اللي كيتبعونا من خارج أرض الوطن. راه بزاف ديال الجالية كيتابعونا في هاد القناة ديال تيفي نادور، والتصنيع كما تبع أن غدانيتا ديال القناة تيفي نادور قاتل برا المغرب، تسعف النار غدانيتا ديال الخبورات. حتى انا نغداني تا باش تسنن من غيوقع جا اسبانيا ضد المغرب. ونشي نتمنى العلاقه جا المغرب لاسبانيا اتمغى تدورج العلاقه تصبح جرسا، اتمغى العلاقه نسن باش لازم الطاس جرسا. هذ قني يعني جلي اقتصاد جرسا هذيري مليح وديري الطاس نحوايج جرسا. خبيني غنبغى العلاقه نسن اك اسبانيا ضد المغرب، يعني ما تدور العلاقه نسن يعني مشاو مثلا السنين ان شاء الله يعني ما طاس نحوايج غير جارسا، وبان تغادين التجاره جارسا، تغادين الطاس نحوايج تغادين جارسا، وانما يوقع المشكل ذا مزيان رخو قبل. المهم جارس القواد جيبو من حاليا، ولكن زي سغزات ان شاء الله، ويعني ممش نتورى ميتما ممش نتورى معليك اسبانيا يعني كدمانيه فازو تعزم تيري معليك المغرب، معليك المغرب ويخصبو ديازم قاع الحدود تيري يثبت يعني ويعزم قاع نهائيا. وبان نهني مسفهم جارسان يعني غادازم جارسان خط جديد، ولكن معليك ديني يعني وادي نبغي يعزم تيري يعني وادي اتفاق نبو يعني خل خط البحري الجديد تيري وخا اتفاق نشا، وانما اتفق جارسان. الحمد لله نشي الناس وفتح الحدود في اقرب وقت، نازو فتح الحدود في اقرب وقت. داكشي اللي بغينا حنايا، بغينا فتح الحدود في اقرب وقت. دليل على هذا الشيء لان راه اتفقوا على فتح البحر الجديد بين ميناء أليكانتي وميناء طنجة، يعني اتفقوا على هذا الشيء. علاش يعني ما يمكنش يعني ما يتفقوش على فتح الحدود اللي غادي يكون بين اسبانيا والمغرب، وما نساوش معبرين بين سبتة ومليلية، لأن المغرب لو كان ما بغاش يفتح الحدود مع إسبانيا، لو كان يعني ما يتفقوش على بحر الجديد، خط البحر الجديد اللي غادي يكون بين ميناء أليكانتي وميناء طنجة. يعني كيتفقوا بيناتهم، كاين واحد العلاقة اللي بيناتهم، ولكن ماشي العلاقة اللي كانت بشحال هذه، ولكن حنايا بغينا تقرب العلاقه ديالهم باش يكون فتح الحدود في اقرب وقت. والمدكشي اللي كان اخوتي خواتاتي، الناس اللي ما دايرينش لي لايك
ما تنساوناش بلي لايك، وما تبخلوش علينا بلي لايك والبارتاج، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.